ما قدمته دولة الإمارات للاجئين السوريين سواء على أرض المملكة الأردنية الهاشمية أو في غيرها من البقاع، لابد أن يترجم كذلك إلى الأجيال الجديدة لتكون رسالة واصلة إلى بناء أسر جديدة وبناء مجتمع قائم على المودة والمحبة. هؤلاء الآلاف الذين تجمعوا في هذا المخيم لابد أن يمارسوا حياتهم بكل حياة طبيعية، يمارسوا حياة سواء في مجال التواصل الاجتماعي أو في مجال البناء الأسر الجديدة. هذه الأسر الجديدة نأمل إن شاء الله أنها إذا عادت إلى بلدانها تتذكر هذه الفرصة وهذه المناسبة، لأنها هي الأساس التي ستبنى بها أسر جديدة. بمتابعة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل حاكم المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، يقام هذا العرس الجماعي للاجئين السوريين تحت رعاية سموه واهتمام مباشر من سموه كذلك. وهذا الشيء مو بغريبة على دولة الإمارات ولا غريبة على قيادة دولة الإمارات اللي يعني مستمرة في عطائها، مستمرة في إنسانيتها، وهذا الشيء ورثناه من أبونا الشيخ زايد عليه رحمة الله اللي عودنا وعلمنا وهذبنا على مد يد العون والمساعدة للأشقاء السوريين. ونحن يعني كشعب الإمارات بالتعاون مع أشقائنا العرب ما بيوقفنا شيء، لا بيوقفنا عمل غير أخلاقي ولا عمل إرهابي ولا أي أعمال أخرى تمس الخط اللي رسمه لنا أبونا الشيخ زايد في الاستمرار في العطاء وفي الإنسانية. تواجدنا اليوم بأمر من قيادتنا الرشيدة هو أكبر دليل على أن الإمارات مستمرة بعطائها، مستمرة بإنسانيتها. صار لنا سنة ونصف المخيم الإماراتي الأردني، والحمد لله رب العالمين اليوم يعني زفينا الحمد لله رب العالمين بحضوركم، وشرفتوا حفلتنا الحمد لله برعايتكم الحفلة، والله يجزاكم ألف خير يعني.